البداية كده خليني أسألك، مين أهم المشاهير اللي أنت اشتغلت معهم؟ أنا اشتغلت مع مشاهير كتير، مش هقول أهمهم أو كده، كلهم مهمين بصراحة. أنا بدأت أول حد مرنه كان الفنان الجميل أحمد السقا، ويتتالى وراء كل الفنانين اللي معايا، مش عايز أنسى حد طبعا. إزاي بتقدر توصلهم لنتيجة مهمة جدا في وقت قصير قوي؟ هي أي حد عنده بالنسبة له كونسبت أو مبدأ إن هو عايز يعمل حاجة علشان شغله أو حياته، فهم أكتر ناس عندهم ده، عنده شورت تيرم، عنده وقت قصير جدا علشان يصور فيلم أو يخش حاجة معينة، فلازم بشكل وبمجهود وبأداء معين. فببدأ معهم من ده، بقنعهم إن لازم شكلك ده هو اللي هيوصلك للي أنت فيه، لأن ده زمان ما كانش موجود في الفنانين، الشكل والهيئة ما كانش موجود، البطل الناس بتحبه خلاص بغض النظر يقدر الأكشن ده يعمله أو لا. فبالنسبة للفنان أحمد السقا كان داخل حاجة معينة، لازم يبقى سمارت ولازم يبقى شكله قوي ولازم يبقى عنده شكل معين، هو ما كانش مقتنع بحتة الجيم خالص. أنا فتنس كويس، بجري، بركب خيل، بلعب سباحة، هو ما شاء الله عليه سوبر أكتف يعني. فابتدى معايا إن هو علشان توصل للشكل ده اسمع كلامي وشوف، لو ما لقيتش تغيير أكني ما قلتلكش حاجة. فسمع كلامي في البداية والحمد لله لقى تغيير واقتنع وشاف ده بنفسه وبقى مسلمني كل الراية معاه.